يتمسك بالاستقالة المسببة والباقي يرجع ويستقيل على الهواء مباشرة فقط. ايه معناها؟ انا للأسف بقول لكم مفيش فايدة، بجد مفيش فايدة، ليس هناك قرارات لمصلحة نادي الزمالك، ولكن كلها قرارات لمصلحة أشخاص في نادي الزمالك. عايز أقول لكم خبر تاني، إن اللعيبة هي اللي بتقول هذا الكلام، إن المدرب طيب جدا جدا جدا، وإن مساعد المدرب هو اللي بيعمل كل حاجة، وإن المدرب مش عايز أقول اللفظ بس هو مدرب طيب جدا 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 مع اللعيبة. نادي الزمالك قائمته زي ما قلت لكم كاملة.